أزول السلام عليكم أزول فلاون سلام شالوم بونجور جود مورنين بوناس ديه صباح الخير. كل واحد نحيوه من هنا بنجاوبوا على شي أسئلة كانوا عطاها لي بعض الأصدقاء المتداخلين. كنشكرهم على التفاعلات وكيفيدونا تهما بالتعاليق ديالهم وكيفيدونا بالمعلومات يفيدونا بيان سيغ احنا كنتعلموا مع بعضياتنا. ما حتى واحد ما كيعرف كل شيء الا الجهل اللي خايب بنادم يتقبل انه يتعلم ويسمع ويتجاوب ويتناقش. بعد الملاحظات هذا النجاح ديال الانتخابات احنا المقارنه اللي درناها سي نورمال دوك لي زالجيريان اللي يدخلوا عندي وكيسبوا كيقولوا لي المغرب ماشي هو سويسرا نجاوبهم انا نقول لهم علاش كنقول علاش درت المقارنه مع المغرب سي تو سامبلومون باسكو هما كيقولوا لنا انتم بلاد ديكتاتوري ولو روا اي ان تيغون انه ديكتاتوري وكيسيطر على الاخر وعلى الحكم كيدير حنا كنجاوبوهم المسائل الديمقراطيه كنقول لهم فوالا حنا عندنا انتخابات حره كما قلنا حنا كنديروا هذه المقارنه لان كنبينوا الديمقراطيه اللي هما متهميننا على اننا حنا ديكتاتوريين وعلى اننا حنا ما كنعطيوش حقوق ما كنديروش ودرنا لهم مقارنه سهله مقارنه تري تري فاسيل ما بين الانتخابات عندهم في الجزائر نسبة المشاركة وبعض المناطق اللي كانت فيها زيرو مشاركة وزيرو مرشحين من المنطقة المهمة ما كانوش فيها مرشحين وما كانوش فيها وهما اللي لاحوا لي فيديو وراو الصنادق مليوحين في الزنقة وحتى واحد ما خرج يصوت وناضوا حتى واحد ما ترشح من منطقة القبائل. حنا ماشي ضد أن نزرعوا الفتنة في الجزائر أو أننا حنا كنقولوا راه لا حنا العقلية ديالنا كتمشي مع العقليه ديالهم. هما كيامنوا عندهم واحد الايمان بتقرير المصير وعندهم واحد الايمان بفصل منطقه من الارض الام من الوطن الام اللي هي المناطق الجنوبيه الساحليه على البحر على المحيط الاطلسي فهمت. وهما كيشوفوا فينا حنا ساهلين زعما ياخذوا لنا ارض لو لون دو لا كوت لو نون دو لا كوت ديال المحيط الاطلسي لو نون دو لا كوت دو لاتلانتيك تيك 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 باسكو تيك سا ريزون تري تري بيان ويجي يقول لك حنا رحنا بليس ديموكراتيك كو فو ونويرو حنا دازو انتخابات في المناطق الساحليه للجنوب المغربي اللي ما كنسميوهاش حنا الصحراء هذاك جنوب مغربي مرتبط بالجنوب المغربي الاخر اللي هما من سيدي افني بطاطا طنطان ورزازات زاكوره صويرات مراكش جميع هذاك الجنوب كله جنوب اللي غير هو اللي جاي على الساحل ديال المحيط الاطلسي اللي داير المشاكل. حنا كنديروا المقارنه لان ما عندنا صراع حتى مع شي دوله ما عدد ولا رجاره. هناك بعض الناس كيقولوا لي بالخصوص الجزائريين كيقولوا لي علاش ما مشيوش تحرروا سبتهم ليليا. نعطيهم واحد الجواب ساهل ماهل تري تري فاسيل. سبتهم ليليا شدها اسبانيا عدة سنوات كثير قبيل كما كتشد الصحراء الصحراء اللي كتسميوها نتوما الصحراء الغربيه وحنا كنسميوها المناطق الاقاليم الجنوبيه الساحليه للمحيط الاطلسي خديناها. اسبانيا لا تشكل خطر على المغرب من ناحيه المذهب من ناحيه الايديولوجيه ولا تهدف الى تخريب المغرب هي تهدف الى اضعاف المغرب باستعمال الجزائر باستعمال البوليزاريو اضعاف المغرب كما تستعمل هذا عدة دول اللي ما بغاش المغرب يتقدم ما بغاش المغرب يمشي اون افون. واسبانيا راكم عارفين كان واحد الوعد واحد الوصايه خلاتها الملكه ديالهم باش ما عمرهم يخليو الجنوب يتقدم ما عمرهم يخليو الجنوب يزيد اون افون لان كيخافوا ترجع ايامات الاندلس. وهنا كنعطيكم الدليل على ان الاندلس كانت مغربيه لان الوصيه دارت على الجنوب ما عمرو يتقوى وتقوى الجنوب. شكون هو الجنوب ديال اسبانيا؟ يلا شكون هو الجنوب ديال اسبانيا؟ كي سو تروف او سود دو لاسبان سي لو ماروك اي لا غين اسبانيول اللي نهزموا في معركه انوال وخلات الوصايه ديالها على انه يجب اضعاف الجنوب اللي هو المملكه المغربيه. علاش؟ لان
هما اللي كانوا المكونين ديال الاندلس، هما اللي فتحوا الاندلس، هما اللي بنوا الاندلس، هما اللي خلاو الحضاره ديالهم ديال الاندلس بشتى الميادين، من معمار، من اركيتكتور، ها فيستيمونتير، ثقافه، كما نقولوا لباس، كوزينه، لا كوزين، الاكل.